بحكيم زياش أفضل لاعب في مباراة تشيلسي توتنهام لصالح نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية. أدرك جيدا أن احنا في استوديو الرابطة الإنجليزية، لكن لا يمكن دكتور حاتم أن أخفي استغرابي من خليل وزيتش عدم استدعاء حكيم زياش للمنتخب المغربي كوني عربي محب للكرة العربية محب للكرة المغربية. زياش واحد من أفضل المواهب العربية على مستوى العالم، يعني إلى جانب صلاح محرز عندنا أيضا زياش، فليش خليل زيتش لم يختار حكيم زياش والاختيار فني؟ مش عارف، ممكن يكون مخطئ. هو فني لا، هو فني لا، أكيد فني لا. طيب ليش مختارش؟ لا، هو أول شيء معنا نتكلم على الانضباط، وأنا أرى أنه المدرب كذلك هو خليل زيتش درب في العديد من المنتخبات وكان لديه العديد من المشاكل كذلك هو بالنسبة للمدرب. ثم نتكلم على زياش، أنا أرى أن الاتحاد المغربي لم يتعامل مع المشكل بشكل جيد. لماذا؟ لأننا نتكلم على لاعب غير عادي ولا يعامل زياش بهذه الطريقة، وأنا لا أقول عامله بمعنى أنه أفضل من البقية، لا، لكن زياش لما كانت هولندا تريد أن يكون موجود وكل العروض موجودة لهذا اللاعب، فان باستن كان يريد إقناع زياش، يريد إقناع، وكان له تصريح واضح تصريحاته في الإعلام الهولندي، هو اختار المنتخب المغربي بقلبه لأنه يحب المغرب، أكيد أنه والديه معناها والعائلته ربته على حب المغرب ولذلك اختار المغرب واختار المغرب. ليس هكذا يعامل النجم. لو كان في إشكال انضباطي كان قادر الاتحاد المغربي أن يستدعي زياش واستدعي المدرب ويجلسوا على طاولة ويفرض الانضباط أو يعاقب، بمعنى لابد أن يوجد الحل أن يحدث له كما لاحظنا بمعنى تصريح المدرب، وأنا أرى أنه تصريح استفزازي في الأخير. من سيدوم للمنتخب المغربي؟ اللاعب مهما كان، نتكلم حتى المستقبل، حتى لما بعد اعتزال الكرة اللاعب هو الباقي، اللاعب هو المغرب وليس المدرب، وليس المدرب. بمعنى الاتحاد المغربي أنا أرى لم يتعامل مع القضية. هو مزراوي كذلك، لما تكلم الظهير الأيمن مزراوي ملاعب آياكس محل اهتمام العديد من الأندية الكبيرة أن يكون خارج القائمة، فهذا أرى هذا حتى لا يشجع أي لاعب، لأنه الجالية المغربية في هولندا جالية كبيرة والمغاربة على مستوى العالم موجودين في عدة بلدان. بمعنى هذا حتى لا يشجع أي لاعب في المستقبل لما يشاهد كيف يتعامل مع زياش الآن هذا النجم، أكيد هذا سيقلق بعض اللاعبين الجدد. أتمنى أن يحل هذا المشكل، وليس هكذا تعامل النجوم حقيقة مهما كان الإشكال، وأنا أعلم أنه هو بروفيشنال زياش، ولو يعني حدث صدر منه شيء معين كان قادر أن يحل بطريقة ليست طيب. في مباراتنا اليوم